أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض. إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيناي من الغمض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله السنس في المواضيع السابقة هذا. وايد ولا شوية؟ وايد. الحمد لله. زين بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هالمرة أنا بسألكم هذا السؤال، ما هي العادات اللي كانت في الجاهلية قبل الإسلام؟ وطبعا في عادات حسنه وفي عادات سيئه، من يقدر يعدد لي؟ تفضل. كثرة القتل. القتل بدون مبالاه، انه ما كان في ضابط، يعني الاسراف في القتل والاخذ بالثار. اي نعم. بعد خيط، ما تدري ايش العادات اللي كانت في الجاهليه؟ سعد ولا شيء؟ عدم الوفاء بالوعد. لا لا، انا بشوف، انا بشرح لكم بعض الاشياء وانتم ان شاء الله تستنبطون منها ما تستنبطون. كان فيهم عاده الجوار، تعرفون شو الجوار؟ ايه، ان واحد يروح يستجير بواحد، ارجوك اجرني، فاذا وافق يكون هذا في حمايته، ما حد يعتدي عليه. مثل ما عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما راجع من حبشه استجار بالوليد بن المغيره فاجاره. ومثل ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف استجار بمن؟ استجار بالمطعم بن عدي فاجاره. هذا النظام كان في الجاهليه. جاء الاسلام اقره في غزوه الفتح. ام هانئ رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان علي بن ابي طالب يزعم انه قاتل رجلا اجرته. قال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. تقدر تعيد؟ قد أجرنا، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. أحسن. قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. ما شاء الله عليك حافظ. قول قبل قوة حد. قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. قد أجرنا من أجرت، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. تقدر؟ ها. قد أجرنا من، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. كان فيهم أيضا نظام القسامة. تعرفون شو القسامة؟ القسامة إن يجون 50 واحد من قوم معينين ويحلفون على شيء ما فيستحقونه. في قصة بديعة واردة في ذلك في أيام الجاهلية رواها البخاري، إن واحد استأجر رجل من قريش حتى يرعى إبله، فراح معاه في البر يرعى الإبل. بعدين الرجال صاحب الحلال جهل هذا اللي مستأجره، قال له: تعال، كل الإبل قد عقلت إلا هذا، وين عقاله؟ يربط ريله. اللي يربط ريله. قال طبعا عرف ان يعني ان يعني ان هذا يعني تصرف من غير اذنه، فايش سوى فيه؟ اضربه لين حس انه مات، وفي الحقيقه ما مات، يعني لا زال في رمق. بعدين رجع الى مكه، عبد المطلب سال هذا الرجل: ايش اخبار صاحبنا؟ قال: والله مات ودفنته. زين، مات ودفنته. مع الأيام إيش صار؟ تبين أن هذا كان كذاب. ليش؟ شو عرف أنه كذاب؟ ذاك لما ضربه وفي باله أنه مات خلاص، لا زال في رمق،
فمر به واحد يمني فقال لي أنت تشهد الموسم؟ قال لا لكن ربما شهدته. قال إذا شهدت الموسم في يوم من الأيام أوقف عند الكعبة ونادي يا آل قريش، فإذا جاءوا لك قل يا آل بني هاشم، فإذا جاءوا لك قل يا عبد المطلب. وخلاص هذا لفظ أنفاسه. فراح هذا الرجل في يوم من الأيام إلى مكة وقال يا آل قريش يا آل عبد المطلب، أقول يا آل بني هاشم يا عبد المطلب. جاء عبد المطلب شو الخبر؟ قال القصة كذا وكذا، وإن فلان يقول إن هذا واحد قتله في عروة جواريقه، في يعني في الحبل ليش يقيد به البعير. قال إنزين، فاستدعى ذاك الرجل الكذاب، قال الحين أنت بين خيارات ثلاث، إما تودي صاحبنا 100 ناقة لأنك أنت قتلته، ولا 50 واحد من قومك يحلفون أنك ما قتلته، ولا إيش نقتلك. قال إنزين بروح حق قومي. راح حق قومه، ها إيش رأيكم تحلفون؟ قالوا نعم نحلف، 50 واحد يحلفون إن أنت ما قتلته. أنتم فين لي ولا لا؟ إيه. إنزين كم واحد؟ 50 واحد راح يحلف إنه ما قتل. فجاءت واحدة كانت متزوجة منهم ولها ولد فيهم، قالت أرجوك يا عبد المطلب هاي البعيرين نصيب ولدي من الدية وما تصبر يمين مع الأيمان. جاء واحد آخر قال أيضا يا عبد المطلب خذ هالبعيرين نصيبي من الدية ولا تصبر يميني مع الأيمان. 48 واحد راحوا أحلفوا. إيش صار؟ يقول الراوي فما حال الحول ومن 48 واحد منهم عين تطرف، كلهم ماتوا سبحان الله لأنه كانوا كذابين. ها؟ حلفوا كذب وشلوا شهادة زور. إيه طبعا. فإيش؟ كلهم ماتوا سبحان الله. جاء الإسلام أقر هذا النظام، نظام القسامة. تعرفون الرجل اللي قتل في خيبر وهو مسلم، فجاء قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون، قال أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا يا رسول الله كيف نحلف على شيء لم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفارا؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة من عنده. هذه القسامة حصلت في عهد عمر رضي الله عنه. جاء 50 واحد حلفوا على شيء ما خلاص استحقوا. فبعدين طلعوا يمشون نزل عليهم المطر. إيش بيسوون إذا الواحد نزل المطر؟ إيش يسوي؟ يتخبى. راح تخبوا في غار. تدرون إيش صار عليهم؟ إيش تتوقع؟ غرق الغار. هبط عليهم ليش الغار وخلاص ماتوا كلهم ماتوا. شلون هبط؟ هبط الغار فيكم في جبل مثلاً. وخلص يهبط الجبل عليهم ينزل على تحت نصك الغار ماتوا كلهم سبحان الله. عبرة هي رواها أيضا البخاري رضي الله عنه. إذن كان فيهم نظام القسامة. كان في العرب التطير. تعرفون التطير شنو؟ شنو التطير؟ أنه يطيرون حمامة مثلا يقول مثلا راحت يمين مثلا أنا اليوم بكون حظي خوايس. أحسنت. أو راحت يسار بكون حظي حبيب. التطير أحسنت. من زجر الطير. كان الواحد إذا أراد سفر مثلا يجيب الطير يزجره، إذا راح يمين معنى ذلك السفر زين، راح يسار يتشائم يقول السفر ما بزين. بس هذا مو صحيح. بعدين أطلق على كل تطير على كل تشاؤم، يتشاؤمون من البوم مثلا. الغربيين الآن يتشاؤمون أيضا، عندهم تشاؤم وتطير. تدرون من إيش يتطيرون؟ القطة السوداء. القطة السوداء ما أدري، لكن يتساءمون من شو اسمه من رقم 13. وأنتوا لاحظوا اللاعبين على فنايلهم ما في رقم 13. إلا لاحظوا أيضا الطائرات في الكراسي، تلقى عدة الكراسي 1 2 9 10 11 12 14 ما في 13. ما ملاحظين؟ ها؟ لا شفت؟ سألتهم ليش قالوا لنا تشاؤمون؟ إيه شو اسمه؟ لا أنت تركب الطيارة وشوف حتى
إيه؟ يتياومون من القطوة السوداء إذا طلعت الصبح وشفت قطوة سوداء. هم الغربيين يعني؟ إيه؟ يمكن. على كل نشوف مع أنهم مثقفين وعندهم علم وكذا يتساومون. رقم 13 المشؤوم عندهم. الفنادق عندك الطابق 11 12 14. يعني بدل ما يكتبون 13 يكتبون ايش؟ 14. احنا ليش نتساءل؟ يعني اذا كان الغربيين يسوون طائراتهم هكذا 12 14 ينقزون ويتركون 13، احنا مسلمين لازم ايش؟ ما نتطير مثلهم. على اي حال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير، ومن صفات ال 70,000 اللي يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب انهم ايش؟ لا يتطيرون. لا يتطيرون. زين، من الاشياء اللي كانت ايضا في الجاهليه، اذا واحد دخل بلد قريه مثلا اول ما يدخل ايش يسوي؟ ايش تتوقعون يسوي؟ ينهق نهيق الحمار. من يقدر يقلد نهيق الحمار؟ ينهق نهيق الحمار، فاهم يبا؟ طبعا هذا خطا مو بصحيح. زين، كان طبعا يهتمون بالخيول، ولذلك الخيل العربي الحصان العربي واحسن حصان في العالم جمالا وقوه وسرعه. ها ما ملاحظين هذا؟ من احسن ما يمكن. تركب حصان انت؟ الا مره ما طيحت. بطل والله بطل. ها يعلموني شلون اسوق حصان. يا سلام، علمني شلون اركب الحصان. ها؟ ايوه الحصان يركض ويركض بك. ركض بك والله انت بطل فارس طالع انت. ها؟ تضرب على ظهره بالخيط. ايه زين، عمين ان يضرب برجله. عندكم سؤال شباب ولا نعدي؟ نعدي. القسامه قلنا كم واحد يقسمون؟ 50 واحد. زين، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم. أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيناي من الغمض.